بسم الله الرحمن الرحيم. واحد حفوظ المدير التربوي لمخيم مقاطعة الحي المحمدي. مقاطعة الحي المحمدي انضمت واحد المخيم من ثلاثة مراحل، كل مرحلة فيها 6 أيام، بمجموع 3 مراحل. هاد المخيم استفدوا منه الأطفال ديال المتواجدين بتراب مقاطعة الحي المحمدي. تم وضع واحد المشروع بيداغوجي، الهدف منه هو إيصال واحد الخطاب للطفولة ديال الحي المحمدي، خاصة فصل الصيف، بأن هاد المخيمات راه تلعبوا واحد الدور ودور كبير في مجال التربية والتكوين والتنشئة الاجتماعية. المشروع البيداغوجي خديت لي كشعار مقاطعة الحي المحمدي مدرسة للتربية، مقاطعة الحي المحمدي مدرسة للتربية والتواصل لفائدة هاد الوليدات هذه. السلام عليكم، تحية تربوية، مريم من شعائر إطار تربوي مخيم حي المحمدي، مخيم القرب. كنبغي نشارك معكم التجربة ديالي كطفلة في المخيم الحضري عين سبع، اللي استفدت منها بزاف ديال الحوايج اللي خلاتني انني نستمر ونولي يافعه، ومن بعد نولي اطار تربوي. اللي كنبغي نشارك مع هاد الوليدات الصغار معظم هاد التجارب اللي انا كنت دس منهم وانا في السن ديالهم، منها انشطه ثقافيه تربويه. السلام عليكم، معك المؤطر حكم عبد العاطي، مؤطر في مقاطعه الحي المحمدي. كنخيم معهم منذ صيف 2018 بعد ما خضعت للتكوين، فليس على غرار سنوات الفريطة تم تقليص عدد الأيام من 10 أيام ل6 أيام. هذا تحدي خديناه على العاتق ديالنا أننا نخدمه بالساعات والدقائق عوض الأيام. الأجواء كتدوز في سليمة وصحية، كتكون فيها الاستفادة والاستمتاع، والطفل كيمشي بواحد الحمولة. والحمد لله جيتوا عندنا اليوم وشفتوا أننا كنا في حصة ديال الورشات. الصباح كان عندنا اليوم أولمبي، عندنا برنامج متنوع ومنسجم، وكنمشيو بواحد المبدأ ديال ان اليوم اللي عاشو الطفل ما يعاودوش الغد ليه. دائما عندنا الجديد والتنوع في كل ما هو تربوي، وفي هذا وكنشيد بمؤطرين اللي لقيتهم انا هنا كانوا كيعاونوني في منذ البدايات ديالي، وانا كنعتز انني كنخدم بهم نخدم معاهم عفوا في هذه السنوات هذه. وشكرا لو 7 تي في، شكرا على البحث ديالكم على المواضيع الهادفه اللي كتهدف للتوعيه ديال الناس، وشكرا على انكم جيتوا عندنا، وتحيه خاصه. معكم الاخت فاطمه فجري، مؤطره بالحي محمدي، مقاطعه الحي محمدي. المده ديال العمل ديالي داخل الحي محمدي في مخيم الحضاريه 6 سنوات، زائد انا لي تجربه من 2004 في مخيمات القاره. بالنسبه لي انا مخيم الحضاري كيشكل واحد الحوايج زوينين كيعطيهم الاطفال، لان هاد الاطفال ما عندهمش يعني باش يمشيو للقار ويخلصوا واحد الثمن واحد المبلغ، ولكن المقاطعه ديال الحي محمدي وفرات لنا الظروف كامله يعني باش هاد الوليدات يستافدوا بالمجان اول حاجه. زائد ان هاد المخيم يعني فيه امتيازات بحالو بحال القار، يعني ما كاين حتى شي فرق، يعني قال الانشطه اللي كيداروا في مخيم القار حتى في الحضاري كاينين، بحال الورشات، بحال الانشطه الرياضيه ثقافيه، بزاف بزاف ديال الحوايج. زائد ان حتى يعني حتى الملابس ديال الاطفال، يعني اي حاجه وفرت لنا مقاطعه الحي محمد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.